فيني تلي انا اتفاهم معاه. انت اطلع برا. اص اص ولا كلمة لا قص لسانك. هذه عثيمين اللي تاخذها بنت شيخوها تتزوجها غصبا علي. ايه على سنة الله ورسوله. ايه على سنة الله ورسوله، والعقد موجود اذا تبون تشوفون انا بجيبه لكم، ترى احنا ما سوينا شيء غلط. ارتحتوا الحين؟ ارتحت لما حريتها وكسرت كلمتها؟ ما تستحون على وجوهكم اثنينكم؟ طلقها طلقها الحين قدامي وقدام اخوانك، طلقها لا اخليك تموت من اليون. ماني مطلقها يما. تدري اذا ما طلقتها؟ تدري يا عثمان اذا ما طلقتها الحين قدامي وقدام اخوانك بخليك اضطرب الشوارع. قلت لك ماني مطلقها. ماني مطلق. ولا تقدرين تحرميني من اي شيء. الحلال هذا حلالي انا واخواني. انت اصلا ما لك شغل بشيء. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عثيمين. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. كان حريت قلبي. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا عثيمين. حسبي الله ونعم الوكيل عليك. زين كذي هذا اللي انت تبيه انت وياها؟ بس بذكركم بتبكون بدال دموع دم. قولي أمه تبكين؟ أم عماد تبكي؟ إحنا اللي نتعلم منك الصبر ونستمد منك القوة. تبكين؟ ما أصدق أمه. أنا مصدومة. سمعتوا حكي أخوكم؟ سمعتوا شلون تعمد إنه يهيني قدام بنت عمتكم؟ ماني مصدقة. ماني مصدقة إنه قاعد يسوي فيني كذي. إيمان؟ كلام عثمان صحيح؟ يما ما عليك منه. هذا الكلام اللي انقال مو عدل. انت رعية الحلال، رعية البيت، انت رعية الكلمة الأولية والأخيرة بهالبيت، ما عليك من أحد، وأي أحد يقول غير هالحكي ما عنده سالفة. يما أنت ليش قلت له؟ ليش قلت له اللي سواه فيني أبوكم؟ يما رويسك الغالي أنا ما جبت سيرة. أنا متأكد ريم هي اللي قايلة له. أنا مصدومة. مصدومة بعثمان. تزوج غصبا علي وطلع عشوري. معقولة أصغر واحد بعيالي يهيني كذي؟ ليش؟ خسي يما، يخسي أي حد يهينك بهالدنيا وراسي يشم الهواء. إيش فيك يما؟ عثمان هذا أنا أقص لسانه زين؟ أنا ما بشوفه بعد. أقول له أمي مو راضية عليك وما راح أرضى عليه اليوم الدين، وخل عمتك وبنتها ينفعونه. إن شاء الله بيخالف بيخالف. صباحك الله بالخير أبو عبد العزيز. هلا هلا فيصل. تعال 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 تعال. وين رايح؟ شو السالفة؟ بعطي عمي مفتاح السيارة. إيه خبري السيارة خربانة من أول وصلحتوها؟ إيه ترى اختربت مرة ثانية وخذناها الجراج ثاني أحسن من الأولاني، والحين خلصت. إيه ما قصرت، التعب روحك، أعطني المفتاح وأنا أعطيه. إيه لا ما عليه، بس أبي أشوف السيارة ويفحصها إذا كان كل شيء تمام. إيه شنو المشكلة؟ أعطني المفتاح وأنا أعطيها لأبوي، وهو يجرب السيارة بنفسه. قواك الله ما قصرت. ليش عمي نايم ولا شيء؟ إيه نايم، أمس كان تعبان شوي. تعبان ايش منه سلامات؟ لا ابد بس تعب الشغل يعني، ما عليك انت. اعطني المفتاح وانا بعطيه لا تحاتي. زين تفضل، بس الله يخليك تقول له يفحص السياره ويشوف، اذا نفس المشكله بعدها موجوده خلي يكلمني على طول علشان اخذ السياره وارجعها الجراج. ان شاء الله ان شاء الله. انت روح دوامك لا تتاخر. ماشي. تبي احط لك زيتون؟
ايوه بس بس خياره وطماطه والجبنه هذه سوي لك سندويشه كذي خياره وفوقها طماطه وبس ولفها كذي. تفضل يبا هذا افتح سيارتك العطلانه يابوها من الجراج. اي ما شاء الله صلحت. من يابها؟ فيصل يبا. علامه ما دش سلم علي كان مستعيل متاخر على شغله واعطاني المفتاح عشان اعطيك اياه. والله مو من عوائله. اي اكيد كان متاخر عشان كذي ما مدى ينزل يسلم. يبا اهم شيء المفتاح عندك والسياره صلحت وكاهي بالبيت. والله جزاه الله خير هالفيصل وبيض الله وجهه. مو مقصر معي والله ما ادري شلون ارد له جمايله. ايش دعوه؟ خوك لها سياره وصلحها وبعدين هذا نسيبنا من واجبه انه يساعدنا. كل الناس عندهم منسبه بس ما عندهم فيصل، فيصل ما منه اثنين. يلا يبا انا متاخر على شغلي. على اذنكم. الله وياك. يلا بسم الله. الحين احنا ايش بنسوي؟ ايش بنسوي على شنو؟ يعني نروح حق امي ولا ننتظرها تينا وتكمل علينا التهزيء اللي انا من امك؟ ما حد يقدر يمسك شعره من راسك طول ما انا موجود. عثمان انا خايفه. لا تخافين. انت مرتي. وانا اللي مسؤول عنك. طول ما انا معاك ما ابيك تخافين. وهذول كلهم قسما عليهم بيرضون بالامر الواقع، فهمتي؟ واذا ما رضوا بالامر الواقع؟ يطقون راسهم بألف طوفه. بس أنا لازم أشوف أمي. يعني المواجهة لازم تصير إذا ما صارت اليوم باكر. لمتى بنقعد كذي؟ بنواجههم. تشوفين أمك بنروح لهم. ما راح تروحين بروحك. راح أروح معاك. أنت مرتي ريم. أنت متزوجة عثمان مو أي واحد، فهمتي؟ ليلى ايش فيك؟ حتى انا ما تبين تشوفيني؟ ما ابي اشوف اي انسان بالعالم يا سمية. عفوا يا ليلى. انا رفيجتك واكثر من اختك، اذا انا ما شاركتك احسانك، من اللي بيشاركك؟ شفتي ايش سوى فيني ولدي؟ ياهل. وما رده يكبر وراح يندم على الشيء اللي سواه انه تزوج من غير ما ياخذ شورج. ايش عقبها؟ عقب ما كسرني؟ انتي ما تنكسرين يا ليلى. انتي قوية. لا تضعفين قدام عيالك. انتي مصدر قوتهم. اي قوة يا سمية؟ هد حيلي. هد حيلي عثمان بكلامه. كلامه يرن بذوني. احسه مثل السجاجين بقلبي. وين عمي ابراهيم؟ وين عمتي شيخه؟ ما بي احد. يعني ماما مو هني؟ نو. زين متى ترجع؟ ماما كل يوم تروح المستشفى، مره يجي بليل مره صبح. زين مستشفى ليش؟ بابا دخل مستشفى. بابا بالمستشفى؟ اوكي خلاص ثانك يو ثانك يو. مريم ايش فيك طلعت بسرعه؟ لانه ما كان احد بالبيت. ليش وين راحوا؟ الخدامه تقول ان ابوك بالمستشفى وامك راحت له. شنو؟ ابوي بالمستشفى؟ ليش صاير؟ ما ادري. اذا ما قالت لك اي مستشفى؟ ما قالت لي، خدامتكم منفهيه. اللي عرفتها منها بس ان ابوك بالمستشفى وامك راحت له. الله يستر، اخاف صار في شيء. لا ما كل العافيه ان شاء الله، لا تحاتين. ركبي ركبي. تعال أنا ما بتحرك من هني، أول انتظر أمي تقول لي إيش صار فيه، بعدين بتحرك، ما بتحرك من هني كيفك. ريم، إن شاء الله ما كل العافية، إيش فيك؟
لقيت حالتي وايد كذي. ها بشري، امك وايد تعبانه وحالها ما يسر ابد. لا حول ولا قوه الا بالله. زين شو نسوي؟ وديها مستشفى؟ ما في طبيب يداوي الاحزان، وامك قلبها مجروح يا عماد من الكلام اللي قاله لها اخوك. الله يسامحك يا عثمان، الله يسامحك يا عثمان. زين شو نسوي الحين؟ شد دبره شوري علي. ما اعرف يا عماد شو اقول لك، بس هي تعبانه ومن امس ما نامت. الحين يلا يلا نامت غصب، خلوها تنام على راحتها، ويوم تصحى خلوكم كلكم حواليها، لا تتركونها بروحها. شحال عاد سامحينا، تعبينك ويانا دائما، هم قاعدينك من صباح الله خير. لا يا عماد لا تقول هالكلام، انت عارف معزة ليلى ايش كسر عندي. مشكوره ما تكسري. انا بروح البيت، ولو في اي شيء اتصل فيني. شحال يلا مع السلامه. في امان الله. بذمتك وأنا آخر من يعلم، توكم تتفرغون تقولون لي؟ يعني السالفة صارت أمس بالليل، تبين اتصل عليش نص الليل وبلغج؟ ترى مي عدلة. إيه طبعاً تقول لي، لأن هذا موضوع مهم ولازم أعرف. والله عاد هذا أنا قلت لك الحين. زين ومشلون هالحين؟ أمي أمس قطت علينا كم كلمة في العظم ودشت غرفتها ولا طلعت. تدري عاد أنا ودي أزورها وأطمن عليها. بس شوفي عاد تركي عنك هالسوالف الحين، ترى مو وقتها. روحي لها واخذي بخاطرها وشوفي ايش فيها، ترى انت اقرب انسان لها منه. عدل كلامك، خلاص عيد انا بروح لها وبطمن عليها. قواك الله ما تقصري. يلا مع السلامة. مع السلامة. بعد لهم عين يدخلون بيتي عقب اللي سووه. أنا قاعد أتكلم جد، ما أبي أي أحد يدخل بيتي. لا تقعد تطالع لي شرق وغرب، أنا معصبه وقاعد أتكلم جد الحين. بيتي ما أبي أي حد يدخله، سمعت ولا لا؟ دام إبراهيم طايح بالمستشفى. زين همتي زين، أنا ما قلت شيء، بس خلينا نقعد معاهم يمكن نوصل للحل. ماكو حل ولاكو تفاهم، أنت ما تفهم عربي؟ قاعد أقول لك بيتي ما أبي أي حد يدخله، كيفي بيتي حرة، إيش فيك أنت؟ بس هذه ترى بنتك وهذا ولد اخوك، شلون تطردينهم من بيتك؟ شلون يعني؟ ما عندي بنت ولا عندي اهل، هذولي صاروا بالنسبه لي انا اغراب ما اعرفهم. زين عم انا عندي لك راي، خلينا نقعد معاهم نتكلم، يمكن نقدر نتفاهم ونوصل لحل وسط. انت ليش تجادلني؟ ليش مو راضي تفهم ان هذا بيتي؟ كيفي بيتي؟ ما ابي اي احد يدخل علي، انت ايش فيك؟ ما ابي اي احد، ما عندي اهل. ان شاء الله ان شاء الله عمتي ان شاء الله، خلاص هدي اعصابك، اللي يصير فيك شيء معوده مو شغلك. لا حول ولا قوه الا بالله، انا شو اسوي في عمري الحين؟ شلون اوصل للحل انا؟ انت معنده من صوب، امي الله يهداها بعد معنده من صوب. بعد رد قل بعد امك هذه بالذات ما ابي اسمع سيرتها. خلاص ماني بيها سيره حد، بسكت والله بسكت. بتنرفز ترى الحين.